السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنبدأ نحل exercise in lessons 2 and 3 in unit 5. قبل ما نبدأ كله بيقول بسم الله يا شباب. يلا بسم الله. lesson 2 and 3 كان اخبارهم ايه؟ كانوا creating multiplicative comparison equations, solving multiplicative comparison equations. خلينا نتفق بس الاول، علشان في بعض الكلمات في اللغة الإنجليزية بيكون ليها أكتر من نطق، في بعض الكلمات بيكون ليها أكتر من نطق، تمام؟ فالكلمة اللي قدامك دي في ناس بتقراها comparison وفي ناس بتقراها comparison، تمام؟ فطبعا القراية دي صح والقراية دي صح، احنا ما عندناش أي مشاكل في القراية. احنا هدفنا الأساسي واحنا بنشتغل ان احنا نعرف نحل، ان احنا نكون فاهمين الفكرة ايه، وان احنا نعرف نحل الأسئلة اللي موجودة قدامنا. متفقين؟ طيب تعالوا نبدأ بقى. question number one، هو هنا بيقول لك write an equation، عايزك تكتب ايه؟ equation، تمام؟ based on the comparison statement use a letter to represent the unknown number. استخدم letter، letter ده تحطه عشان تقولي ان المكان ده فيه unknown number، النمبر اللي انت مش عارفه. خد بالك بيقول لك ايه؟ بيقول لك you don't have to solve the equation، مش لازم تحلها، اكتب لي بس الايكويشن واكتب لي فيها الليتر، عرفني ان انت عارف هو انا بسالك على انهي نمبر وبس كده. متفقين؟ طب تعالى نبدا نبص. 7 times the number 2 is a. طيب يا ميس 7 اهي، times يعني multiplied by the number 2، number 2 is، اتفقنا هشوف is هحط equal is a. انا مش عارف is ايه، يبقى هنا هحط الليتر بتاعي. تعال نكتب ام. انت بقى عايز تكتب a b c، الليتر اللي انت عاوزه كله صح. طب هنا بيقول لك 2 times the number 7 is a. بص كده 2 times number 7 وis يعني equal، هكتب l. انا حر اكتب الليتر اللي انت عاوزه. 18 is، بص كده 18 is يعني equal. بص الفرق في القراية، 18 اهي is يبقى اكتب جنبها equal. 6 times as many as، يبقى 6 times as many as number هيتكتب هنا انا مش عارفه، خلاص اكتب لي مثلا y letter بتاعك. 4 times the number 3 is، بص كده 4 times number 3 is، وادي الايكوال بتاعتي انا مش عارف هنا في ايه، هكتب له اكس. انا حر هنا هو. بص الفرق، انا عايزك واخد بالك من الفرق قوي. هنا بيقول لك 24 is، بص is لما بتيجي هحط equal، بص 24 is يعني equal اهو. 4 times as many as، والمفروض بقى number هنا مش موجود. طيب 4 times ونمبر انا مش عارفه. طيب تعالى نحط المرة دي letter n، 4 times n. خد بالك انا عماله ايه اغير في الليترز قدامك، انت حر، انا بس يهمني ان انت تكون عارف انت هتحط الليتر بتاعك او الانون بتاعك ده فين، هو ده هدفي وهدفك دلوقتي. 25 is، بص 25 is يعني equal. 5 times as many as، ها number what؟ طب يا ميس انا مش عارف number what، هبدا اكرر الليترز m. 30 is، يبقى 30 is يبقى equal. 5 times as many as، ها ومش عارف النمبر اللي هنا ايه، هكتب له مثلا n تاني. يبقى 30 equals 5 multiplied by n. احنا بس بنكتب equation، المنظر اللي قدامنا ده اسمه multiplication equation، ما عنديش هدف تاني، مش بيقولي solve the equation دلوقتي. طيب 7 times as many as 4 is، بص 7 times as many as 4، 7 times 4 is ادي equal، هكتب له L. ما انا مش عارف بقى، المفروض كأني مش عارف، كأني مش عارف. انا عارفة ان انتوا عارفين ان 7 multiplied by 4 equals 28، ايه المشكلة فيها يعني، مش كده؟ لكن احنا ايه، احنا بنلعب لعبة كأننا مش عارفين. متفقين؟ طب هنا 6 times the number what is 48. تعالى نمشي معاها كده، 6 times number what، يبقى هكتب هنا الليتر بتاعي، اوكي ام مثلا، وبعدين is يعني equal 48.
كتبنا خلاص المالتبليكيشن ايكويشن بتاعتنا 27 is يعني 27 equal number what times the number 9. ها number what دي تعال نكتب L times 9 سهلة ازاي. ها 6 is يبقى 6 equals number what يبقى هكتب N times the number 2 times number 2. شايفين الدنيا ماشية بسيطة ازاي. طيب بعد كده هنا هو بيقول لك 8 times the number what is 24. ها 8 times تعال نكتب الانون بتاعنا letter A مثلا 8 times the number A is هتبقى equal 24. 5 times the number what 5 times number what هنكتب هنا مثلا y is هتبقى equal 15. احنا كتبنا كلها multiplication equation وكل الليترز انت حر اكتب الليتر اللي انت عاوزه. المهم ان انت تبقى فاهم الليتر اللي انت بتكتبه ده هو بيسألك فيه على فاكتور ولا على برودكت. فاكرين الحصة اللي فاتت لما كنا بنقول التو نمبرز اللي بعمل لهم ملتبلاي اسمهم فاكتورز والنمبر اللي بيجي في الاخر بعد الايكوال اسمه برودكت. النمبر اللي قاعد لوحده ده بعد ما بعمل ملتبلاي للتو نمبرز اسمه برودكت النمبر اللي لوحده. متفقين؟ طيب بعد كده هنا بيقول لك solve each of the following عايزك تحل بقى. هو مدي لك equations زي ما انت شايف كده وبيقول لك solve. طب خلينا نكون متفقين لما يقول لك solve the equation معناها ايه. احنا اتفقنا معنى كلمة solve the equation ايه. find the value of the letter find the value of the ايه the letter. هو يكتب لك letter انت هدفك وانت بتعمل solve للequation ان انت تعرف لي الvalue بتاعت letter اللي موجود قدامك ده ايه. متفقين؟ طيب هو بيقول لك y equals 5 multiplied by 10 بيسألك على مين؟ بيسألك على y. y دي اللي هي product يبقى ال y equals يعني 5 by 10 equals 50 خلاص. هنا بيقول لك a multiplied by 3 equals 15 a multiplied by 3 equals 15. ها ال a دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن factor يا ميس. طب وبنجيب الفاكتور ازاي؟ باخد البرودكت اللي هو كاتبه لي بص عشان اجيب ايه هقول له equals a equal هاخد البرودكت 15 divided by 3 15 divided by a 3 الكلام ده equals 5 يبقى الايه بتاعتك equals a 5 اهي. طب هنا 7 multiplied by b equals 21 البي دي عبارة عن برودكت ولا فاكتور؟ لا يا ميس البي دي موجودة مع التو نمبرز اللي بعمل لهم ملتبلاي تبقى فاكتور. تمام انا عايز الفاليو بتاعت بي هتبقى ايكوالز ايه هاخد البرودكت 21 ديفايدد باي الفاكتور اللي هو مديهوني التاني 7 21 ديفايدد باي 7 ايكوالز 3 يبقى البي بتاعتي ايكوالز 3 اهو. طب هنا اهو بيقول لك 3 ملتبلاي باي 4 ايكوالز اكس يبقى الاكس بتاعتك بكام؟ يميس الاكس ده برودكت يعني 3 باي 4 ب 12 يبقى الاكس ايكوالز 12 برودكت هاخد التو نمبرز واعمل لهم ملتبلاي. طيب 5 ملتبلاي باي البي ايكوالز 50 البي دي فاكتور ولا برودكت؟ لا يميس فاكتور البي دي فاكتور صح كده؟ اه. طب عشان اجيب الفاكتور بعمل ايه؟ يميس هقول له البي ايكوالز واخد البرودكت اللي هو 50 ديفايدد باي 5 50 divided by 5 equals 10 متفقين؟ هنا بيقول لك M multiplied by 4 equals 16 ها ال M دي ايه فاكتور ولا برودكت؟ لا فاكتور. طب انا عايز اجيب الفاليو بتاعت ال M هتبقى equals ايه؟ يعني هاخد ال 16 divided by 4 الكلام ده equals 4 ال M بتاعتي equal ايه 4 تمام؟ جرب تشيل الام كده وحط مكانها 4 باي 4 ايكوالز 16 يبقى انا جبت الام بتاعتي ايه صح. هنا بيقول لك زد ايكوالز 5 ملتبلايد باي 1 ها زد دي عباره عن ايه برودكت يا ميس يبقى الزد ايكوال 5 باي 1 يعني 5 خلاص خلصت.
هنا بيقول لك ان multiplied by 2 equals 18. هدفك انا عايز الفاليو بتاعت ان. طب ان دي فاكتور ولا برودكت؟ فاكتور، يبقى الان equals واخد البرودكت اللي قدامي 18 divided by 2. 18 divided by 2 يعني 9، يبقى الان بتاعتك equals ايه؟ 9 زي ما انت شايف. طب 5 multiplied by k equals 35. الكي دي عبارة عن ايه؟ فاكتور ولا برودكت؟ لا يا ميس، فاكتور. الكي دي فاكتور، يبقى الكي equals واخد 35 divided by 5. الكلام ده equals 35 divided by 5 equals 7، صح كده؟ تايم تيبل حافظينه ولا ايه؟ والديفيجن اخباره ايه معاكم؟ يبقى الكي بتاعتي equals 7. مهم قوي يا شباب الدروس دي، مهم جدا 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 انك تكون حافظ التايم تيبل بتاعك كويس قوي، وتكون فاهم كويس قوي the relation between division and the multiplication، العلاقة بين جدول الضرب بتاعك وبين القسمة، relation between division and the multiplication مهم جدا. متفقين؟ السؤال اللي بعده هيبدأ يقول معاك story problems. تمام، هو بيقول write an equation، عايزك تكتب equation. تمام، for each comparison أو comparison زي ما اتفقنا النطقين صح. اوكي، use a letter to represent the unknown number، استخدم letter عشان تقول ان المكان ده هو ده اللي بيسألني عليه، هو النمبر اللي ساكن في الحتة دي هو عايزني اقوله. بعد كده you don't have to solve the equation، ومش لازم كمان تحل الاكويشن، مع ان احنا ممكن نتناقش ونحلها مع بعض، ولكن ها ممكن نتناقش بقى ايه واحنا بنحل كده، يعني هو كده كده مش عايزك تحلها، لكن احنا جدعان احنا هنعمل كمان اكتر من اللي مطلوب مننا. تمام، هو بيقول نادية collected 5 marbles، جابت جمعت 5 marbles in March، by May في شهر بقى May she had 4 times as many marbles، 4 times من ايه؟ من ال 5 اللي كانوا معاها. how many marbles does نادية have in May؟ طب هيبقى معاها بقى marbles قد ايه في May؟ ها هو ده الحاجة اللي هو بيسألني عليها، خد بالك. طيب ايه رأيكم مثلا نتعامل ان الماربلز دي هنعملها انها الليتر بتاعها هيبقى ام، يبقى ام equals. تمام، ها هي كان معاها 5 multiplied by ايه؟ الفور، 5 multiplied by 4 هو ده الام، الام اللي هي ايه؟ number of marbles in May، number of marbles in May. احنا كده كتبنا خلاص الاكويشن اللي هو قال لي اكتبها، وزي ما انت شايف هو بيقول لك you don't have to solve the equation، مش لازم تحلها، لكن لو انا قلت لك حلها احنا كده كده يعني احنا كده حلينا السؤال خلاص، لكن لو انا قلت لك solve the equation حلها لي بقى كمان. يا ميس m equals 5 multiplied by 4 يعني 20 marbles، هيبقى معاها 20 ايه؟ marbles in May. خلاص خلصت، واضحة الفكرة؟ ماشي، تعال بص على الستوري اللي بعدها. هو بيقول لك حامد had 12 cookies which was 3 times as many cookies as his brother. خد بالك بقى ال 12 cookies اللي مع حامد دي which was كانوا زي يعني equal 3 times as many cookies as his brother، 3 times من اللي مع اخوه. هو انت تعرف اخوه معاه ايه؟ لا ما انا مش عارف، هو بيقول لي ان 12 3 times زي اللي مع اخوه، اللي مع اخوه ده هو الليتر اللي هتكتبه هنا. تعالى نكتب ال مثلا. اوكي، how many cookies did احمد have؟ احمد ده اللي هو اخو مين؟ اخو حامد بقى. احنا خلاص كتبنا اللي ديت لما تجيب الفاليو بتاعتها يبقى انت عرفت احمد معاه كوكيز قد ايه. احنا كده حلينا، كتبنا له الاكويشن، هو قايل you don't have to solve the equation، مش لازم تحلها، لكن تعالى احنا بقى عشان جدعين تعالى قول لي الفاليو بتاعت اللي دي اجيبها ازاي. فكر معايا كده يا ميس، اللي دي فاكتور ولا برودكت؟ فاكتور. والتويلف دي هي البرودكت، صح كده؟ يبقى عشان اجيب ال ال هقول له ال ايكوالز واخد البرودكت اللي موجود قدامي 12 ديفايدد باي الفاكتور التاني اللي موجود قدامي جوه المساله ديفايدد باي 3،
ويبقى ال L equals 12 divided by 3 يعني 4. تمام؟ يبقى أحمد معاه إيه؟ معاه 4 cookies. أحمد معاه 4 cookies. متفقين؟ طيب السؤال اللي بعده هنا بيقول لك it took Aida 21 minutes to walk to school on Monday. راحت للمدرسة بتاعتها walk يعني وهي ماشية، تمام؟ فخد منها وقت عبارة عن 20 minutes. طيب on Tuesday it took her 7 minutes to ride her bike to school. جت يوم بقى Tuesday قالت لا انا مش همشي، انا ايه هركب العجلة بتاعتي واروح المدرسة بتاعتي، تمام؟ فخد منها وقت 7 minutes زي ما انت شايف. How many times as many was riding her bike as walking؟ ايه رأيكم؟ ها فاهم ايه؟ يعني فاهم ان هو بيسألني ان 21 دي equals 7 multiplied by what؟ 21 equals 21 minutes اللي هي مشيتهم دول equals 7 minutes اللي هي ركبت فيهم العجلة multiplied by what؟ How many times؟ اوكي هنا حط الليتر بتاعك، تعال نحط ليتر ان هدفك بقى. احنا كده كتبنا خلاص الايكويشن بتاعتنا خلاص. طب لو قلت لك سولف ذا ايكويشن حلها لي يا ميس. بصي هقول لك ان الان ايكوالز 21 ديفايدد باي 7. انا خلاص بقيت حافظ بقى، يعني لما يكون عندي فاكتور ناقص، ما هي الان دي فاكتور، هاخد البرودكت اللي قدامي ديفايدد باي الفاكتور اللي هو هيبقى مديهولي جوه المساله، والان ايكوالز 21 divided by 7 يعني 3. يعني ايه؟ يعني 3. تمام؟ طيب تعالى بص على السؤال، هحل معاكم السؤال ده. هنا بيقول لك Rana has 6 mangoes. Her brother Sharif has 18. مع اكتر منها. How many times of mangoes does Sharif have؟ ها هو مع اكتر منها بقد ايه؟ How many times؟ يبقى كأني بقول ال 18 ده equals 6 times. خد بالك times كام؟ times how many؟ repeated how many times؟ بص بأكتر من طريقة ازاي. يبقى تعالى نكتب هنا الليتر اللي هو الانون اللي انا مش عارفه. طيب انا هختار L مثلا، انت لو عايز تكتب A B C زي ما انت بقى ايه عاوز. يبقى كده ال L بالنسبة لي دي هي اللي هتجاوب لي على how many times of mangoes does Sharif have. متفقين؟ طب لو قلت لك سولف ذا ايكويشن حلها لي يا ميس، دي سهله خالص. اللي دي عباره عن ايه، فاكتور ولا برودكت؟ فاكتور. اللي دي فاكتور من التو فاكتورز، عشان هو موجود جنب كلمه الملتبلاي، جنب الايه العلامه بتاعتي بتاعت الملتبلاي. تمام؟ يبقى ما دام هي فاكتور يبقى ال ال ايكوالز، هاخد البرودكت ده 18 ديفايدد باي الفاكتور الثاني اللي عندي 6. 18 ديفايدد باي 6 الكلام ده ايكوالز 3. خلاص ال L بتاعتي ب 3. يبقى هو كده اخوها معاه 3 تايمز من اللي ايه، من اللي معاها، معاه 3 تايمز مانجوز از رانا. واضحه؟ طيب بعد كده بيقول لك a restaurant sold 8 تايمز از ميني سالاد از زي سولد ستيك. طيب if they sold 4 ستيك، خد بالك بقى ان هو بيتكلم هنا ان الريستورانت دوت بيبيع ايه وايه، بيتكلم على ايه؟ بيبيع سالاد وستيك. تمام؟ وبيقول لك ان الريستورانت ده sold 8 times as many salad as they sold stick. 8 times. طيب if they sold 4 stick how many salad did they sell؟ طب يبقوا باعوا سالاد قد ايه؟ يبقى هنا هوت الانون بتاعك بيسألك على ايه؟ على انهي حاجة؟ على برودكت ولا فاكتور؟ لا ميس بيسألني على برودكت، هو كده بيسألني على برودكت. تمام؟ يبقى انا المفروض اخد 8 multiplied by ايه؟ by 4. اهو 8 multiplied by 4 والكلام ده equals انا هكتب له ايه؟ يبقى ايه دي؟ how many salad did he eat او did they sell؟ السلاد اللي هم باعوها. اوكي؟ انا كده كتبت ايه؟
كتبت multiplication equation. multiplication ايه؟ equation. طب لو قلت لك solve it يا ميس 8 multiplied by 4 يعني 32، يبقى الايه بتاعتي equals 32 صالود. انا كده جبت له الايه النمبر اللي هو بيكلمني كل الستوري دي عشان يقول لي الفاليو بتاعت ايه دي هتبقى equal ايه. واضحه الفكره؟ يلا الستوري اللي بعدها بيقول لك a pet store sold two cats. They sold six times as many dogs as they sold cats. ها هم باعوا ايه؟ باعوا two cats وباعوا six times as cats من مين؟ من الدوجز. طب how many dogs did they sell؟ يبقى باعوا دوجز قد ايه؟ يا ميس هو كده بيسألني على برودكت، هو عايزني اقول له البرودكت ايكوال ايه. طيب اهو انا هقول ان البرودكت دوت هختار له letter مثلا بي، يبقى البي بتاعتي equals ها هو باع 2 cats 2 multiplied by 6. متفقين؟ يبقى البي دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن number of dogs. number of dogs. طب يبقى البي بتاعتك هتبقى equals ايه؟ يا ميس 2 multiplied by 6 يعني 12 dogs. لو هو قال لي حلها هيطلع لي 12 dogs. يبقى البيت ستور دوت محل الحيوانات ده باع 12 ايه؟ دوجز. متفقين؟ طيب السؤال اللي بعده بيقول لك write an equation for each of the following. طيب comparison and then solve it. اكتب equation وحلها زي ما احنا كنا ماشيين في الستوري بروبلم اللي فاتت. اوكي؟ طيب what number is 5 times the number 6؟ what number يعني بص كده هو بيقول لي اكس مثلا وات نمبر، كان هو اكس ده اللي بيسالني عليه. از يبقى ايكوال 5 تايمز ذا نمبر 6. 5 تايمز 6 تمام. طيب يبقى الاكس بتاعتك ايكوالز ايه؟ سولف بقى، هعمل ملتبلاي عادي 5 باي 6 ايكوالز 30. خلاص وصلنا للنمبر اللي هو بيسالني عليه. اللي بعدها هنا بيقول لك 36 از بص على طول 36 از يبقى ايكوال 4 times a number، يبقى 4 multiplied by number هكتب n. اوكي what is this number؟ يبقى النمبر اللي هو ال n ده اللي هو ايه؟ احنا كده كتبنا ايه؟ كتبنا equation. خليك فاكر انا كده كتبت ال equation بتاعتي. what is this number؟ يبقى انا كده هعمل solve لل equation. متفقين؟ طب n equal يعني n دي factor، يبقى انا هروح اخد ال product اللي قدامي 36 divided by ال factor التاني 4. كلام ده equals 36 divided by 4 يعني 9. خلصت. هنا بيقول لك أيمن ate 4 figs in the morning. His older brother ate 3 times as many. ها أخوه أكل 3 times من اللي هو أكله. How many figs did his brother eat؟ يبقى أخوه أكل قد إيه؟ طب يا ميس أنا هتعامل إن اللي أخوه أكله ده letter A مثلا، يبقى الـ A equals 4 multiplied by 3. 4 multiplied by 3. متفقين؟ طيب 4 by 3 equals ايه؟ equals 12. أصل هما factors، فخلاص لما بيكون عندي 2 factors بعمل لهم multiply على طول. 4 multiplied by 3 12، يبقى أخوه أكل 12. خلصت. واضحة الفكرة يا شباب؟ مهم قوي تبقى مفرق بين إمتى بيبقى الـ unknown بتاعك، الحاجة اللي مجهولة مش معروفة، عبارة عن product، وإمتى بتكون factor، لأن هو دوت المفتاح اللي أنت بتحل بيه أصلا الأسئلة بتاعتك. تعالوا نحل اللي تشوز ده مع بعض. اوكي عشان بقى ايه، انت دايما الاسئله بتاعتك بتنزل في الامتحان بتبقى شبه اسئله اللي تشوز اللي بتنزل هنا. هنا بيقول لك ايه؟ choose the correct answer. اوكي the equation based on the comparison statement 3 times the number 7. عايز الايكويشن ها اللي بتيجي اوكي على 3 times the number 7. 3 times 7 اهو 3 times 7 الكلام ده equals، وهي ابدا بقى حط لي ليتر. هو مستخدم قدامك ليتر اي، هو مستخدم بص في كل الايكويشنز اللي هو كاتبها هو مستخدم ليتر اي. تمام ها 3 تايمز 7 ايكوالز اي اهي اول واحده. متفقين؟ طيب بعد كده هنا بيقول لك ذا ايكويشن بيزد اون ذا، قلناها كومبارسن صح، قلناها كومبارسن صح. اوكي ستيتمنت 45 از يبقى 45 از كتبنا 45 equal. خلاص ما احنا متفقين is يعني equal. تمام a times the number 9. a times 9 تمام. انزل دور هي فين قدامك، هي مس 45 equals a times 9. خلاص طيب
What number is 10 times the number 13? What number? أو يبقى هو كده عايز النمبر اللي في الأول و is يبقى equal 10 times number 13. هو عايز بقى هنا تخيل لو حطيت M مثلا يبقى ال M دي هتبقى equal إيه؟ 10 multiplied by 13 يبقى 0 on the right, 1 multiplied by ال 13 ب 13 يعني 130. 100 إيه؟ 30. يبقى هو ده النمبر اللي بيسألني عليه. طيب هنا هو بيقول لك there are 4 bicycles on a road and 14 times as many cars as bicycle. How many cars are on the road؟ هيبقى فيه في الرود ده how many cars؟ يبقى انا معايا يمس هنا محتاج احسب 4 multiplied by 14 equals e. 4 by 4 is 16, 6 and 1 carry 1 up. 4 by 1 equals 4 plus 1 يعني 5. هيبقى عندي 56 cores. 56 cores. هنا بيقول لك there were 24 adults and 3 children. 24 adults and 3 children in line at a movie theater. How many times the adult were in the line as the children؟ ها الادلت دول how many times من ايه؟ من اللي children. يعني كأني بقول لك 24 equals L مثلا multiplied by 3. الفاليو بتاعت ال L دي equal ايه؟ يا اما بقى في ناس هتحلها على طول كده منتلي تقول يا ميس انا حافظ ان 8 multiplied by 3 24 فال L بتاعتي equals 8 زي ما اتفقنا 8 multiplied by 3 24. يا اما واحد هيقول لي يا ميس ال L ديت زي ما احنا بقى ايه عمالين نشتغل ال L دي يا ميس عبارة عن factor يبقى انا هاخد البرودكت بتاعي 24 divided by 3 24 divided by 3 equals 8 في الحالتين هتوصل لل 8. متفقين؟ طيب السؤال اللي بعد هنا بيقول لك نوها سنت 18 تكست مسجز a day. 18 علي سنت 3 a day هي بتبعت اكتر اهو. How many times as many text did نوها سند as علي؟ يبقى كأنه بيقول لك ال 18 equals 3 times what؟ 3 times ايه مثلا؟ طب ال ايه دي الفاليو بتاعتها هتبقى بايه؟ يعني 3 multiplied by 6 equals 18 يبقى 6 times يبقى 6. هو ده النمبر اللي انا ايه بدور عليه. متفقين؟ هنا بيقول لك حنان has ال e 5 and محمد has ال e 50 then the money with محمد equals الماني بقى اللي مع محمد هتبقى equals ايه؟ ايه times the money with حنان؟ ها ايه times the money with حنان؟ كأنه بيسألك بيقولك ال 50 equals n multiplied by ال 5. ها ايه هو النمبر اللي لما تعمله multiply by 5 يديلك 50؟ 10. اهو ده mentally. يا اما تقول لنفسك ان ال n equals 50 divided by 5 و 50 divided by 5 equals 10. يعني هي في الحالتين هتطلع لك 10 ملهاش حل تاني. خد بالك هنا بيقول لك علا had 4 times as many pounds as her sister. علا معاها 4 times زي اللي مع اختها. طب her sister has 3 pounds. طب اختها معاها 3. how much money does علا have؟ طب علا هيبقى معاها قد ايه؟ يعني السؤال هيبقى معاها 4 multiplied by 3. 4 by 3 يعني 12. ده انا بصي ده انا حلتها لكم كمان ايه من غير ما نكتب بقى ولا equation ولا ابدا اقول لك هو عايز product ولا factor. في حاجات انت ممكن خلاص وصلت المرحله ان انت تقدر تحل الحاجه وهي في مكانها اصلا. متفقين؟ هنا بيقول لك هالا was playing basketball. She made 7 times as many shots as she missed. هي she made 7 times as many shots as she missed. If she made 28 shots how many shots did she miss؟ هي فقدت قد ايه بقى؟ ايه رأيكم؟ عارف السؤال ده كأنه بيقول لك ايه؟ ال 28 equals 7 multiplied by n مثلا. ها الفاليو بتاعت n دي هتبقى ايه؟ هو ده السؤال. يعني 7 multiplied by 4 equals 28. يبقى هو بيسألني على number 4.
How many shots did she miss? She missed four shots. She missed four shots. وفي ناس تانية هتقولي ان الان اجيبها بان انا قلت 28 divided by 7 والكلام ده برضو equals 4 مفيش اختلاف. 28 divided by 7 equal 4 يعني في كل الحالات لازم هيطلع لك ايه؟ هيطلع لك 4 تمام؟ طيب هنا اخر بقى السؤال معانا بيقول لك بس عشان بحاول اجيبه لكم في الكاميرا عشان تبقوا ايه تبقوا شايفينه. هاني is twice as old as his brother. هاني توايس كلمة توايس دي لما تشوفها تعرف ان انت عندك multiply by 2 as his brother. طب his brother is 8 years old. اه يعني هاني هيبقى 8 multiply by 2 by equals 16. هو هيسألك على عمر هاني. بص كده which equation can be used to find هاني's age. ايه هي الاكويشن اللي تقدر ده انا مش عملت الاكويشن ده انا عملته وحليته ولقيت العمر بتاعه كمان. طيب انت عايز الاكويشن بس يبقى انت مش عايز نكتب لك السكستين دي. انت عايز نكتب لك 8 multiplied by 2 equals وهتستخدم letter. انت مستخدم letter ايه قدامك؟ مستخدم letter ايه. اوكي وخد بالك من حاجة يكتب لك 8 multiplied by 2 equals ايه يا اما يكتب لك 2 يا اما يكتب لك 2 multiplied by 8 2 multiplied by 8 الكلام ده equals ايه. هتنزل تحت دلوقتي هتدور هتلاقي واحدة من الاتنين دول دي او دي الاتنين صح 8 multiplied by 2 equals ايه او 2 multiplied by 8 equals ايه. تعالى ننزل ندور كده مين هو كاتب لي مين فيهم. اه ده كاتب لي 2 multiplied by 8 equals ايه اهو هو كاتب لي دي. متفقين سواء دي او دي الاتنين صح لان لو كتبت 8 multiplied by 2 هيدي لك 16 لو كتبت 2 multiplied by 8 هيدي لك 16 في الحالتين الـ A بتاعتك لازم تكون 16 اللي احنا طلعناها. واضحة الفكرة؟ ما تنسوش تدعولي دعوة حلوة بظهر الغيب وتكتبولي تعليق حلو تشجعوني بأكمل معاكم. لايك وشير يا شباب عشان الكل يستفيد. السلام عليكم.